فجاء ذلك المحاضر وألقى محاضرته في نادي المدارس العليا في القاهرة، فتصدى له العلامة الكبير رفيق بك العظم المتوفى سنة 1343 هجري 1925 ميلادي، وألقى بعده محاضرة في نفس المكان أتى فيها بتحليلات بارعة في تتبع قضية الكتابة عند العرب أصلا قبل العهد النبوي، وذكر أن المناذرة والغساسنة والتبابعة كانوا يعرفون الكتابة، وأن المدن في نجد والحجاز واليمن والعراق وأطراف الشام كانت تشيع فيها الكتابة، وأن الكبار من قبائل العرب في الحجاز كانوا يعرفون الكتابة بالخط الحيري أو الخط العبراني، وممن كان يكتب بالعبراني ورقة بن نوفل كما في البخاري، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أوائل العهد حينما وثق مع الصحابة حلف الفضول وكتبوا فيه صحيفة فقد كانت الكتابة موجودة، ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم أقر صحائف الصحابة وافتدى أسرى بدر بتعليم الكتابة، فاستفاضت الكتابة من حين إذن وانتشرت، مما يدل على أن الكتابة بعيدا عن كتابة السنة النبوية كانت خلافا للمعهود والشائع كانت ثقافة شائعة في جزيرة العرب. ومحاضرة العلامة رفيق بك العظم طبعت في مجلة المنار بعدها بقليل، وفيها معلومات نفيسة ونادرة. إذن الحاصل أن هذه القضية، قضية تدوين الحديث في العهد النبوي، ينبغي أن تدرس على ضوء كل هذه الأطروحات، لا أن نتوقف فقط عند حديث النهي والعلة عن النهي ثم الإذن في الكتابة وننصرف من غير تتبع ورصد لهذا الواقع العملي الذي تمت فيه الكتابة. وينبغي أن ننبه على هذا كثيرا، أن من أراد دراسة قضية تدوين السنة فلا يقتصر على الجانب النظري في جواز الكتابة وعدمها، بل ينبغي أن يتوسع في استقراء هذه المعالم من التدوين. وأيضا من خواتيم من كتبوا في هذا صديقنا الكريم العلامة البحاثة الدكتور رشوان أبو زيد، له أيضا كتاب عن تدوين الحديث، وله فيه اجتهاد في عدم ثبوت حديث النهي أصلا، وأن البخاري أعله بالوقف، له فيه طرح يستحق النظر. ثم شيخنا العلامة المحدث النقاد الكبير سيد الشيخ أحمد معبد، وكتب مقالا في مجلة الأزهر نشر منذ عدة سنوات حول تدوين الحديث، ينبغي أيضا أن يستخرج وأن ينتفع به. إذن عندنا محوران: الوثائق السياسية وكتابات محمد حميد الله الحيدرابادي ومؤلف محمد عبد الله غبان الصبحي، ثم صحائف الصحابة كما في صحيفة عبد الله بن عمر وصحيفة بريد بن عبد الله بن أبي بردة وصحيفة سيدنا علي بن أبي طالب وصحيفة وهب بن منبه وصحيفة عمر بن شعيب وصحيفة بهز بن حكيم وصحيفة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وما كتب حول هذه القضايا ينبغي أن يوضع في الاعتبار عند من يريد أن يتصدى لقضية تدوين الحديث. ثم بعد هذا العصر الشريف تداول صغار الصحابة والتابعين الحديث النبوي تلقيا ومشافهة وحفظا وتحريا وعناية بهذه الصحائف، إلى أن جاء عصر سيدنا عمر بن عبد العزيز خليفة العدل رضي الله تعالى عنه، فصدر منه الأمر لعدد من الناس بالكتابة. ففي صحيح البخاري أنه أرسل إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن انظروا ما كان عندكم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه، فإني أخشى دروس العلم وذهاب العلماء. لكن لا يستفاد أن هذا هو أول كاتب ابن حزم، أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، لأن أبا نعيم في تاريخ أصبهان روى أيضا أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى ولاته بالأمصار أن اكتبوا ما عندكم من السنن، وهناك أيضا تكليف عمر بن عبد العزيز إلى ابن شهاب الزهري، حتى استقر الحافظ السيوطي على القول بأنه
أول من جمع هو ابن شهاب بأمر عمر ابن عبد العزيز، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر. إلا أن هذا جمع مخصوص، فنحن عندنا مراحل من الجمع. عندنا التدوين الذي وقع لمطلق الكتابة في أيام الصحابة وفي الوثائق والصحائف كما ذكرنا، وعندنا التدوين الرسمي الذي جاء بتكليف من رأس الدولة كما في أيام سيدنا عمر بن عبد العزيز، وقد تولى الخلافة 99 هجري ومات سنة 101، فبقي فيها سنتين. ثم هناك تدوين ثالث وهو التدوين على الأبواب، ثم هناك تدوين رابع وهو التدوين على المسانيد الذي أفرد فيه الحديث المرفوع، ثم هناك تدوين خامس وهو إفراد الصحيح المجرد، وأول من فعل ذلك البخاري. إذن سار التدوين عندنا على وفق اختلاف المقاصد على مراحل. هناك مرحلة كان المقصود فيها مطلق كتابة الكلام النبوي الشريف، ولذلك يلحظ على صحائف الصحابة والتابعين والوثائق النبوية أنه صحائف الصحابة خصيصا يلحظ فيها اختلاط الحديث المرفوع بأقضية الصحابة وبأقوالهم وبتعليقاتهم وشروحهم، وكذلك صحائف التابعين وأتباع التابعين امتزج فيها الحديث النبوي بأقضية الصحابة وفتاواهم، فكان المقصود منها مجرد التدوين الكتابة. ثم طرأ تدوين آخر مقصود ومراد بأمر رسمي، وهو تدوين أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. ثم طرأ نمط ثالث من التدوين وهو التدوين على الأبواب. وقضية الكتابة على الأبواب أول من سبق إليها الشعبي، إذ كان يقول لتلامذته: هذا باب من الطلاق جسيم. والحافظ ابن حجر يقول إن هذا التدوين على الأبواب المقصود به الترتيب داخل الباب الواحد، أن يجمع الحديث إلى نظيره ليصير بابا مستقلا. وإلا فالتدوين على الأبواب كان مألوفا عند عدد من التابعين وأتباع التابعين، أن يدون على الأبواب يعني أن يجمع بابا في حديث فلان كحديث عمرو بن شعيب أو بهز بن حكيم. والحاصل أنه بعد مرحلة عمر بن عبد العزيز، وهي حلقة ومرحلة من مراحل التدوين، ضرأت حلقة أخرى في بعد رأس المئة، ونهض فيها حفاظ الحديث والأثر للكتابة، وأكثر ما كتب في تلك المرحلة لم يصلنا. فأول من كتب في مكة ابن جريج، وأين مسنده أو صحيفته أو كتابه لا يعلم. وأول من كتب في المدينة ابن إسحاق أو مالك، وبقي لنا موطأ مالك لأنه تأليف معين خاص. وأول من ألف في البصرة الربيع بن صبيح بفتح الصاد، أو حماد بن سلمة، أو سعيد بن أبي عروبة. وأول من دون في الكوفة سفيان الثوري. وأول من دون في الشام الأوزاعي. وأول من دون في اليمن معمر. وأول من دون في واسط هشيم بن بشير الواسطي. وأول من دون في الري جرير بن عبد الحميد. وأول من دون في خراسان ابن المبارك. فجاء الحافظ العراقي وتبعه الحافظ بن حجر فقال: إن هؤلاء جميعا كانوا في عصر واحد، فلا ندري من كان منهم أسبق. لأنه الأوزاع مثلا 157 هجري، وابن المبارك 160، وكهكذا بقية هذه الطبقة. فالكل تدافع وشاع بينهم التدوين من غير معرفة من منهم سبق ومن منهم لحق. فهذه أيضا حلقة أخرى من التدوين. ثم على رأس المئتين نشأ التدوين المعين الذي أفرد فيه الحديث المرفوع، وغلب على تصانيف ومدونات تلك الفترة أنها ترتب على المسانيد، كمسند عبيد الله بن موسى العبسي، ومسند أسد بن موسى، ومسند مسدد، ثم سائر من صنفوا في المسانيد بعد ذلك كأحمد بن حنبل وابن راهوية وجماعات من أئمة هذا الشان. إذن هذه
حلق مترابطة ومتتابعة يتلو بعضها بعضا من الكتابة والتدوين ينبغي أن توضع جميعا في دائرة الاعتبار والدراسة. وصنف ابن أبي ذئب موطأ كبيرا ضعف موطأ مالك، إلا أنه ضاع ولم يصل، وقيل لمالك ما فعلت وقد أكثر الناس من تأليف الموطآت؟ فقال لهم ما كان لله بقي. قال تلامذة مالك فما مات مالك حتى كأن تلك الموطآت ألقيت في الآبار ولم يعد لها ذكر، ولا ندري حتى أسماء من ألفوا حتى عبر عنهم بالكثرة أنه كثرت الموطآت. فما كان لله بقي، لا يبقى إلا ما أريد به وجه الله تعالى. إذن هذه مراحل من التدوين: مطلق الكتابة في العهد النبوي، ثم الكتابة المقصودة الرسمية التي جاءت بأمر ولي الأمر أيام سيدنا عمر بن عبد العزيز، ثم التدوين على الأبواب وكتابة كتب عند طبقة ابن جريج ومالك ومعمر، ثم تدوين آخر على المسانيد عند العبسي وعند أسد بن موسى وهذه الطبقة، ثم تدوين أفرد فيه الصحيح المجرد، وأول من فعل ذلك الإمام البخاري. وقد أشار الحافظ السيوطي إلى هذا في الألفية فقال: وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب، كابن جريج وهشيم مالكي ومعمر وولد المبارك. إذن شوف، هو بيلحظ أيضا أن هناك مراحل من التدوين: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر وفاتته حلقة الصحابة، أول مدون على الإطلاق الصحابة، ثم أول جامع رسمي ابن شهاب أو ابن حزم أو ولاة عمر بأمر عمر، ثم أول الجامع للأبواب. شوف عقلية الحافظ السيوطي وملاحظة مراحل التدوين: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، وأول الجامع للأبواب، أهو مرحلة أخرى من التدوين لها خصيصة أخرى ولها سمت آخر، وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهشيم مالكي ومعمر وولد المبارك. ثم قال: وأول الجامع باقتصار، فهذه أولية أخرى وجمع آخر، وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده. ثم دخل في قضية أخرى فقال: والأول البخاري على الصواب في الصحيح أفضل، ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم. الحاصل إذن أن هذه مراحل من التدوين، وأن هذه كتابات ووثائق ينبغي أن تجمع في صعيد واحد وأن تدرس، لنستكشف من خلالها الواقع العملي الذي جرى على أرض الواقع كتابة وتوثيقا وتدوينا. ثم إن الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه جمع الصحيح، ويروي عنه إبراهيم ابن معقل النسفي أنه سمع البخاري يقول: كنا في مجلس إسحاق بن راهوية فقال: لو أن أحدكم جمع صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا. قال البخاري: فوقع لي ذلك، فنشط في جمع الصحيح. ونقل عن البخاري أيضا أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، ورأى نفسه واقفا بين يديه وبيده مروحة يذب بها عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فسألت عن ذلك بعض المعبرين فقال: تذب الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنشط بعدها في جمع الصحيح. قال: وأقمت فيه 10 سنة. إذن هذه مراحل في جمع الحديث. وكلمة سيدنا الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه أنه كان في مجلس إسحاق بن راهوية فسمع قولته: لو نشط أحدكم في جمع الصحيح فنشط بسببها، تلفت النظر إلى ما خرج من التآليف والكتابات أو تم إنجازه على يد الأكابر بسبب كلمة صادقة محركة باعثة من الأشياخ. فصحيح الإمام البخاري بذرته ونواته الأولى كلمة من إسحاق بن راهوية صنعت هذا الصحيح وحركت الفكرة عند الإمام البخاري، ووقعت كلمة من العلم البرزالي صنعت الحافظ الذهبي الحافظ الكبير الجليل
الذي كان آية كبرى في المشيخة وسعة الرواية حتى روى عن 6000 شيخ، وهذا شيء خارق معجز. يقول الحافظ الذهبي: كنت أكتب الحديث بين يديه فنظر إلي فقال: إن خطك يشبه خط المحدثين فقط. قال الحافظ الذهبي: فأثرت في كلمته فنشط في الحديث من ثم. فهذه كلمة صنعت الحافظ الذهبي بكل جماهيره الكبرى في علوم التاريخ والرجال والحديث رضي الله تعالى عنه. إذن رب كلمة صنعت عالما، ورب كلمة أفرزت لنا كتاب الصحيح للإمام البخاري ككلمة إسحاق بن راهوية: فلا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. إذن هذه معالم ومراسم ينبغي أن تدرس في قضية تدوين الحديث، وكلها مندرجة في تضاعيف قول الحافظ ابن كثير: أول من اعتنى بجمع الصحيح. وابن الصلاح يقول: أول من جمع الصحيح المجرد، وهذا القيد مهم. أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري، قال: فهما أصح كتب الحديث، والبخاري أرجح لكذا كذا. صحيح الإمام البخاري يشبه إلقاء حصاة في النهر، إذا ألقيت الحصاة في نهر فإنها تحدث التموج، دائرة من الماء، ثم تتسع هذه الدائرة، ثم تتسع ثم تتسع ثم تتسع ثم تتسع ثم تتسع، فإذا بتموجات الماء التي حصلت من إلقاء الحصاة قد أحدثت أمواج من وراء أمواج حتى تترامى إلى شاطئي النهر. الإمام البخاري أخرج صحيحه الجامع فأشبه إلقاء حصاة في النهر، إذ ما إن خرج الصحيح حتى نهضت الأمة لتلقيه وخدمته وشرحه وبيان شرطه وتراجم رجاله والكلام على عاداته ومعرفة مصادره إلى غير ذلك من الظواهر والقضايا التي درست حول البخاري، حتى جمع كتاب مستقل اسمه المؤلفات حول صحيح البخاري، فوق 500 مؤلف. فانظروا إلى كتاب أحدث في الأمة هذا الأثر وتلقته الأمة بالقبول، وأحدث هذه الحركة العلمية، حتى إنما أحصي فقط من المؤلفات حوله لا يكاد ينحصر. بل كان الجمال يوسف ابن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في مكتبته وحده 40 شرحا لصحيح البخاري من مقتنياته وحده، وكان في مكتبته 19 نسخة خطية من طبقات الشافعية الكبرى للإمام السبكي. إذن رجل واحد في قنيته وحده 40 شرحا للبخاري، فما مقدار ما ألف من الشروح والتعاليق والمختصرات وشروح التراجم والكلام على الأحاديث المنتقدة والكلام البحث في شرطه والكلام على عاداته. بل رب لفظة، شوف، رب لفظة تقع في الواحد من الصحيحين تفرد بالمؤلفات. فالإمام الحافظ أبو موسى المديني رأى حديثا في صحيح مسلم وقع في أثناء روايته ذكر رجل الحسن، وليس من رجال السند بل ذكر عرضا، يعني لا يتوقف على التعريف به تصحيح ولا تضعيف، فتوسع في دراسة من هذا الحسن حتى أفرد لها كتابا مطبوعا. وتردد فيه: هل هو الحسن العنبري أو هو الحسن ابن مسلم ابن يناق بتشديد النون؟ وانتصر إلى أنه ابن يناق، وأتى في أثناء ذلك ببحوث في غاية الاستفاضة
وبين أن هذه ظاهرة شغلت أذهان الحفاظ في زمنه إذن ما من كلمة حتى إلا وقد جرى حولها التنقيب والبحث، وطبع كتابه تقييد التقييد المشكل بضبط الحسن المهمل أو كذا عنوانه، وهو في قنيتي وقد قرأته وانتفعت به. ورغم هذا وأنه اشتغل وتردد على الحفاظ زمنا وأفرد لها كتابا، إلا أن اختياره مرجوح، وتعقبه الحافظ ابن الصلاح في كتاب صيانة صحيح مسلم من الإسقاط والسقط وحمايته من الوهم والغلط، فأتى بخلاف ترجيح أبي موسى المديني وبين أن كلامه مرجوح. إذن مجمل ما نشأ من الجهود العلمية حول هذين الكتابين آية كبرى، ويستحق أن تفرد حوله دراسات. ومقدار ما بحث في هذين الكتابين من المسائل والظواهر والقضايا والتنقيب عن عقلية صاحبي الصحيحين في شرطيهما، هذه كلها مسائل في غاية الأهمية. ونتكلم في المجلس القادم إن شاء الله على قضية الترجيح ما بين الصحيحين وما يتعلق بذلك، وفيها بحوث مهمة عند العلماء ترجع كلها إلى التدقيق في هيئة الرواية والشرط المعتمد عند كلا الشيخين الكبيرين، مع مزيد من التوضيح للظواهر والقضايا التي درست. ولعل أحدكم ينشط من الآن إلى تدوين القضايا التي درست في البخاري، فعايزين نعمل مثلا نفتح صفحة نقول فيها الشروح، شروح البخاري، نمرة 2 صفحة في الأحاديث المنتقدة على البخاري وأفردت بمؤلفات، نمرة 3 صفحة في الرواة الذين انتقدوا على البخاري وأفردوا، أبو الوليد الباجي التعديل والتجريح في من ذكر في البخاري ومس بضرب من التجريح، ورجال الصحيحين للكلاباذي، صفحة أخرى لتراجم البخاري ومن تعرض لشرحها، صفحة أخرى لشرط الشيخين ومن تعرض للكتابة فيه، صفحة أخرى في عادات الشيخين ومن تعرض للكتابة فيه، حتى نصل إلى إحصاء القضايا التي درست في البخاري، صفحة أخرى في الأحاديث المعلقة وتصانيف الحافظ ابن حجر، 3-4 مؤلفات في هذا، طبع أكبرها تغليق التعليق بعناية سعيد القزقي والتشويق إلى وصل ما في البخاري من التعليق، ثم جاء هنا واحد من المعاصرين فكتب جزءا صغيرا عن المعلقات في صحيح مسلم، 12 حديث فقط تقريبا. إذن نريد إحصاء القضايا التي درست حول الصحيح، فمن نشط منكم للكتابة في ذلك فبها، وننظر في ذلك إن شاء الله في المجلس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.